عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح المسلمين وأصلح تمسكهم بالإسلام، وأرهم الحق حقا ووفقهم لاتباعه، وأرهم الباطل باطلا ووفقهم لاجتنابه. اللهم واحفظ الإسلام والمسلمين في سائر البلاد، اللهم واحفظ الإسلام والمسلمين في سائر البلاد، اللهم واحفظ الإسلام والمسلمين في بلاد الحرمين الشريفين. اللهم إنك تعلم كما علمتنا على وفق كتابك وسنة نبيك أن بلاد الحرمين، أن تلك الدولة ما يقام فيها من دينك من شريعتك من تطبيق شريعتك ومن إحياء ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يوجد له مماثل في سائر أنحاء العالم مبلغ علمنا. اللهم إنك تعلم أنهم مستهدفون بأجل ذلك من أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون بالإسلام أصلا، أو من المناوئين المخالفين لأهل السنة، وعلى رأس أهل السنة أبو بكر وعمر. اللهم إنك تعلم أنهم مستهدفون، وتعلم أن واجبنا معاشر أهل السنة في سائر البلاد أن نكون إلى جنب تلك البلاد وإلى جنب تلك الدولة ما دامت قائمة بما هي قائمة به من دين الإسلام، حاضنة لبلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي على وفق ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الحرمين. اللهم وفقنا لعونهم وللذب عنهم. اللهم وفق إخوانهم المسلمين خليجيين كانوا أو غير خليجيين إلى التفاهم معهم وإلى التعاون معهم على البر والتقوى. اللهم وأفهمهم وبين لهم أن تلك الدولة لا تريد انتهاك سيادة أي دولة ولا أي بلد، ولكنها مستهدفة من أعداء الإسلام الذين لا يدينون بالإسلام أصلا، أو أعداء الإسلام الذين يرون لعن أبا بكر ولعن عثمان ولعن عمر ولعن عثمان، أولئك تلك الدولة مستهدفة من أولئك. اللهم كن لها حاضنا، اللهم كن لها صائنا، اللهم احفظها من مكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم وفقنا أهل السنة أن نتفاهم معها وأن نتعاون معها، فإنها مثابتها للإسلام اليوم كمثابة الرأس من الجسم، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسم. اللهم احفظها من بين أيديها ومن خلفها، ووفقها لتحكيم كتابك وسنة نبيك، وإلى أن تراعي كل العدل في سائر المجالات. اللهم وفق الإسلام والمسلمين، وخذ بنواصيهم إلى ما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم وأمنا في أوطاننا، اللهم وأمنا في أوطاننا، اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.